هتفتكرني لو عشت تاني مع حب تاني خليك فاكرني اوعدني في بعد عنك هتفتكرني لو عشت تاني مع حب تاني خليك فاكرني أيام يا عمري في العمر فاتوا وكل واحد اختار حياته أيام يا عمري في العمر فاتوا وكل واحد اختار حياته كنت في ايديا قدام عينيا كان الوداع مكتوب لنا لن يضر بمستقبل القطاع الخاص فحسب
على إزالة هذا الانطباع من الأذهان، وأن يحفز الشباب العماني على العمل في